جيت من سنتين كنت عايز اركب تقويم عشان كان عندي سنة فوق وتحتيها ناب وسنة مش راضين ينزلوا. دكتور مصطفى قال لي ان احنا لازم نشيل ضرسين عشان نوسع وبعد كده ننزل السنة. وفي كذا دكتور قبل كده قال لي ان انا اشيل السنة اللي تحتيها والسنة دي تنزل. طبعا دي كان هيبقى شكلها وحش قوي، وفي نفس الوقت سناني كلها كانت يعني هيبقى عندي سنه ناقصه وشكلها كان هيبقى وحش. فدكتور مصطفى قال لي نعمل تقويم وهنشيل ضرسين وهنرجع ورا السنان ورا نوسع مكان للسنه الجديده. فطبعا الموضوع ده كان صعب قوي، فخد تقريبا سنتين ونص. الدكتور وسع لورا وبعد كده نزل السنة، والحمد لله السنة دلوقتي شكلها كويس. أحب أشكر دكتور مصطفى على الجهد اللي عمله معايا، وربنا يوفقه يا رب.